فضيلة الشيخ، هل يجوز الاقتداء بالمسبوق لإتمام صلاته؟ ما هو أحسن، ما هو بأحسن. الأحسن إن وجدت ناس فايتتهم الصلاة تصلي معهم، أو إن وجدت أحد يصلي معك من الذين في المسجد الذين صلوا قبلك وتبرع واحد منهم وقام وصلى معك، هذا طيب. أما أنك تدخل مع مسبوق فهذا ليس مستحسنا، تصلي وحدك، إذا لم تجد من يصلي معك تصلي وحدك، وأنت معذور في هذا لأنه فاتك الجماعة. نعم.